معنا الأخ محمد بدرني طبعا من بلدة عرابي. يعني هاي معجزة، احنا موجودين في رمضان في العشر الأواخر من رمضان. الحمد لله ولله الحمد، ونشكر ربنا على هاي النعمة. نعم نعم. يعني انت بالرغم انك انت عم خسرت السيارة الا انك بتحمد الله سبحانه وتعالى. كل ساعة. نعم، على ايش بتحمد الله سبحانه وتعالى؟ على القدرة الإلهية اللي هي ليلة قدر. نعم. قرآن بداخل السيارة لم يحترق. نعم. هاي الاشي اللي انا اللي الحمد لله اللي انت مرتاح. مرتاح نفسيا. اها. وبغض النظر لا إلنا اعداء يعني تحرق لنا سيارات. نعم. ولا إلنا حدا يعني اللي يتوجه لنا بهاي الاشياء. نعم. السيارة روحنا، كنا نسهر بالبلد. نعم. روحنا على البيت هنا. نعم. الساعة 12 بالليل. طبعا كنا نمنا. الساعة 2:30 في هنا مطعم حدنا. نعم. بيسهروا بتعوقوا بالسهر. ولين بدقوا علينا بال على الباب. نعم. على الباب. فاقت البنت، عندي بنت عمرها 20 سنة، فاقت البنت، طلعوا عليها الشباب من الشبابيك. نعم. انه قاعدة ابوك السيارة محروقة برا. اجت البنت طبعا قعدتني وطلعت برا، شفت الاشي هذا شو الواحد يقدر يعمل يعني. نعم. والاتكال على الله. نعم. لا اما يكون احتمال اما يكون التماس كهربائي. تماس كهربائي حصل في السيارة. طبعا انت انسان ما فيش لك الا اعداء شيء، وانا وكل اهل عراب واهل سخنين كل المنطقه وعراب ودير حنا اصحاب وحباب، وكلياتها بتريدني وكلياتها بتحبني. نعم، هيك احنا بنعرفك يعني. الحمد لله انا معروف على الشاشه لكل عرابي. نعم. ولكل اي بشر، اذا واحد له عندي مصاري مش سدوا ياهن، اذا واحد له عندي شيء بغض النظر يتفضل يجي يقول لي عندك حق. نعم. وقلت لي انت بتعتبر هذه معجزه ليله قدر. معجزه من عند ربنا بليله القدر هاي. نعم، انه السياره تحترق ولم يحترق القران، والقران يبقى كما هو. اياته احنا شايفين انه الورق الابيض ما زال ابيض، والكلمات تقرا. كلمات تقرا. نعم 100%. يعني انت انسان مسالم ومؤمن بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله. هاي حدنا هي صار جامع جديد بنصلي فيه تراويح كل لله. يوم ونحمد الله ونشكره. مرتي انا كانت عندي مره مرضت بالسرطان، جوزت جديد صار لي سنه. نعم. صار عندي مولوده منها جديده ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. المره هي السياره بالذات للمره مش نعم. لي هي بتروح بتيجي فيها على مدرستها. نعم. كانت عندها متسوبيشي قبل هاي المازدا، قبل هاي 99 بدلتها لل 2002 اللي هي متسوبيشي. نعم. على أساس إنه السيارة هذيك صار عندها بدها شوية تصليح شوية كذا. نعم. قالت لك هالأشياء اللي بدي أدفعهن على التصليح بحطهن على هاي السيارة. وهذا القدر اللي الله قدر. نعم. الحمد لله على سلامتكم وكل عام أنتم بخير. يعني إحنا أنا مش عارف عيد الفطر. شكرا لك. أهلا وسهلا.